أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نذب فيها عن القرآن العظيم ما يثار في وجهه من الأباطيل والأكاذيب. ما زلنا نستعرض قول بعض الناس بأن القرآن هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولسوف نكشف هذه الفرية حين نذكر بعض الأمور الغيبية التي أخبر عنها القرآن العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر، لا يعرف ما يكون من خبره غدا أو بعد غد، فكيف يتحدث عن الغيب المستقبلي؟ القرآن الكريم يصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الغيب، فالغيب هو سر الله تبارك وتعالى لا يعرفه إلا هو، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذا أطلع الله نبيا من أنبيائه على بعض الغيب فهذا دليل على أنه رسول من قبل الله علام الغيوب، فأطلعه علام الغيوب على بعض الغيب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في القرآن: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وفي آية أخرى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف من الغيب شيئا، فإذا ما أنزل الله عليه وحيا أطلعه الله به على بعض غيوبه، فإذا ما وقعت هذه الغيوب كان دليلا على أن هذا العلم هو من لدن اللطيف العليم الخبير، وهو دليل على أن القرآن من وحي الله تبارك وتعالى. نتحدث عن حدث تاريخي جلل، استطاع الفرس أن ينتصروا على الروم وأن يخرجوهم من بلاد الشام، ووصلت جيوش أبرويز الثاني كسرى، وصلت إلى مدينة أنطاكيا واحتلتها، وكاد هرقل أن يستسلم وأن يسلم نفسه وعاصمة ملكه إلى الفرس لولا أن البطاركة منعوه من ذلك. هذا الحدث حصل والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فلما وصلت الأخبار إلى مكة فرح المشركون بانتصار إخوانهم في الوثنية من الفرس على أهل الكتاب من الروم، ففرحوا في ذلك فرحا عظيما. في هذه الأوقات العصيبة في تاريخ الروم أنزل الله عز وجل آية عظيمة: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن القرآن صريح في أنه خلال بضع سنين، أي ما دون التسع، لسوف ينتصر الروم على الفرس. لنستمع إلى المؤرخ إدوارد جبن في كتابه تاريخ سقوط وانحدار الإمبراطورية الرومانية ماذا يقول. يقول: في ذلك الوقت حين تنبأ القرآن بهذه النبوءة لم تكن أي نبوءة أبعد منها وقوعا، لم تكن أي نبوءة أبعد منها وقوعا. هذا أمر لا يمكن أن يتخيله الإنسان يوم ذاك، لأن السنين العشر الأولى من حكومة هرقل كانت تؤذن بانتهاء الإمبراطورية الرومانية. إذن الجميع يتوقع انتهاء الإمبراطورية الرومانية، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بانتصار الروم على الفرس في وقت ذل فيه الروم حتى لم تعد لهم قائمة، ويخبر أن ذلك سيكون في بضع سنين، وهذا الذي جرى وكان. جاء أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ هذه الآيات، فأسمعها كفار قريش، فراهنوا أبا بكر على أن ذلك لن يكون، وراهنهم الصديق رضي الله عنه على أن ذلك سيكون،
فكان كما أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن، ووقع ما أخبر به: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وفي عام 623 استطاع هرقل أن يتخلص من لهوه ومجونه، وبدأ بشن 3 حملات ناجحة انتصر فيها على الفرس، واستطاع أن يخرجهم من دولته، بل استطاع في عام 626 بعد معركة نينوى أن يصل إلى ضفاف نهر دجلة، وذلك في قلب بلاد الفرس، واضطرهم إلى الصلح الذليل، فدفعوا إليه الصليب المقدس عنده، والذي كانوا قد أخذوه منه دفعوه إليه، ورضي الفرس بالصلح الذليل خوفا على بلادهم. وتحقق ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في القرآن: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر؟ هذا الأمر الذي لا يمكن لأحد أن يتوقعه حين ذاك، من الذي أخبره بذلك؟ إنه الله علام الغيوب. في الآية أمر آخر نود أن نتحدث عنه، وهو قول الله: غلبت الروم في أدنى الأرض. هذه المعركة التي هزم فيها الروم كانت في حوض البحر الميت، يصفها الله تبارك وتعالى في أنها أدنى الأرض. والدنو في اللغة يأتي على معنيين: أدنى الأرض بمعنى أقربها، أدنى الأرض بمعنى أهبطها، وكلا المعنيين واضحين في لغة العرب. فمثلا يقول الله: الحياة الدنيا، بمعنى السافلة التي لا تقارن بالعليا، وهو ما أراده الله تبارك وتعالى في هذه الآية. لماذا؟ لأن المعنى الثاني ممتنع، فالله عز وجل وصف المسجد الأقصى الذي هو قريب من البحر الميت وصفه فقال: المسجد الأقصى. فلا يمكن أن يقال عن ذاك المكان الأقصى وعن مكان بقربه بأنه أدنى الأرض. فإذا بقي لنا المعنى الآخر، وهو أنه مكان منخفض ليس له مثيل في الأرض. فهل أهبط مكان على وجه الأرض وأخفض مكان على سطح الأرض هو منطقة سهول البحر الميت؟ العلماء يقولون ذلك، نعم، يقولون بأن اليابسة في تلك المنطقة تصل إلى 395 متر تحت سطح البحر، وليس من مكان على الكرة الأرضية يوازي مثله. أقرب مكان يليه هو المكان الذي فيه بحيرة طبرية، فتصل اليابسة إلى 209 متر، بينما في منطقة البحر الميت تصل إلى 395 متر، كما ذكر ذلك أطلس العالم ودائرة المعارف البريطانية وغيرها من المراجع المعتمدة. من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المنطقة من الأرض هي أخفض مكان على سطح الأرض؟ من الذي أخبره بذلك؟ العلم الحديث اكتشف ذلك بواسطة تصوير الأقمار الصناعية وغيرها. من الذي أخبر محمدا عليه الصلاة والسلام؟ إنه الله علام الغيوب. آية أخرى تدل على أن القرآن من وحي الله، وغيب آخر يتحدث عنه القرآن، حين يخبر الله عز وجل المؤمنين وهم في مكة يعانون من الاضطهاد والعذاب، فيقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعد للمؤمنين المستضعفين في مكة أن الله سينصرهم وأن هذا الدين سيسود الأرض. من هذا الذي يستطيع أن يتنبأ بمثل هذا؟ أي قدرة أوتيها محمد حتى استطاع أن يتحدث عن الغيب؟ إنه لا يقدر على ذلك إلا بأمر الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إن أحدا لا يستطيع أن يتنبأ بانتصار الإسلام المستضعف في مكة، وأنه سيسود على الأديان، وأنه سيكون له شأن، لا يقدر أحد أن يقول ذلك إلا الله علام الغيوب. وانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ورمتهم العرب عن قوس واحدة، لنسمع إلى أحوالهم.
بعض الصحابة جلسوا إلى بعض يتحدثون فيقولون: ترون أننا نعيش حتى نبيت مطمئنين؟ هل سيمر علينا وقت نعيش مطمئنين في المدينة؟ كانوا لا ينامون إلا والسلاح معهم، ولا يمشون إلا والسلاح معهم، خشية أن تدهمه العرب في أي لحظة. فيقول بعضهم لبعض: ترون أننا نعيش حتى نبيت مطمئنين؟ هل ندرك هذا؟ لا نخاف إلا الله عز وجل. فنزل قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعدهم الله عز وجل أن هذا الحال لن يستمر طويلا، وأن الله سيمكنهم في الأرض، وأن الله سيستخلفهم في الأرض، وأن الله سيبدل خوفهم أمنا. هذا وهم خائفون، لا يقدر الواحد فيهم كما جاء في قصة الخندق أن يذهب لقضاء حاجته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر فتحت خيبر، الله أكبر فتحت بصرى، إلى آخره. كيف يتنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا؟ إن الله عز وجل أطلعه على ذلك، وكان ما كان. فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بما يقرب من 10 سنين، كان المسلمون قد أزالوا دولتي كسرى والروم. كيف استطاعوا أن يصنعوا ذلك؟ بأمر الله تبارك وتعالى. من الذي أخبر محمدا عليه الصلاة والسلام أن الله سيمكنهم في الأرض؟ إنه الله علام الغيوب. أيضا نتحدث عن أمر آخر تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، فكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نزل عليه في مكة قول الله: أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع، سيهزم الجمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يقول عمر رضي الله عنه: فقلت في نفسي: أي جمع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ المسلمون في مكة لا يواجهون جيش الكفر، فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك جمعا سيهزم؟ يقول: أي جمع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ فلما كان يوم بدر بعد انتقالهم إلى المدينة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يجيب عمر على سؤاله القديم، فيقول: هذا هو الجمع الذي عناه القرآن العظيم، جموع المشركين في بدر. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول عمر رضي الله عنه: فعرفت تأويلها يوم ذاك. وبالفعل دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى عريشه وجلس يدعو الله تبارك وتعالى أن يحقق له الوعد القديم. قال: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض أبدا. فطلب من الله عز وجل أن ينجز له ما وعده، فأنجز الله تبارك وتعالى له ذلك. فخرج عليه الصلاة والسلام من العريش وهو مستبشر بنصر الله، فإن الله أخبره بأنه منجز له وعده، فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهكذا كان، فنصر الله حبيبه محمدا عليه الصلاة والسلام كما وعده. موعود آخر يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغادر أرض مكة مهاجرا إلى المدينة المنورة، حزينا كثيرا على فراق مكة. يقول: أما أنك أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو حزين،
فينزل الله عز وجل عليه تعزية له فيقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الله عز وجل يعزيك يا محمد عليه الصلاة والسلام بأنه سيعيدك إلى هذه الأرض من جديد. وهكذا كان. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في العام الأول من الهجرة وهو خرج من مكة طريدا، ثم عاد إليها صلى الله عليه وسلم منتصرا، وهو أعزه الله تبارك وتعالى وهو يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. من الذي كان يستطيع أن يتنبأ حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة بأنه سيقدر أن يعود إليها؟ إن أحدا في الدنيا لا يقدر على قراءة المستقبل، فكيف أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ إنه وحي الله، فالله هو الذي أخبره: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فكان كما أخبره الله تبارك وتعالى، وتحققت تلك النبوءة القرآنية لتفيدنا بأن القرآن هو وحي الله تبارك وتعالى. من أخبار الوحي التي تشهد للقرآن العظيم بأنه من عند الله تبارك وتعالى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببعض آياته، وهي تتحدث عن موت بعض الناس على الكفر، وهذا أمر لا يمكن لأحد أن يتنبأ به. فالله عز وجل يقول عن أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من يظن بأنه قد يلين للنبي عليه الصلاة والسلام ويدخل في دينه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن الله بأنه أوحى إليه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ليس هو فقط، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله عن أن أبا لهب سيموت على الكفر، وكذلك زوجه، وأنه سيعذب في النار. كيف له أن يتنبأ بذلك مع أن أبا لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الممكن أن يلين إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يخبر القرآن مثل هذا الخبر عن عكرمة بن أبي جهل، أو عن سفيان، عن أبي سفيان ابن الحارث، أو عن أبي سفيان ابن أمية، أو غيرهم من سادات قريش الذين كانوا يحاربون الإسلام صباحا ومساء؟ لماذا لم يخبر ذلك عنهم؟ الله عز وجل علم أن هؤلاء سيعودون إلى الدين الحق، سيعودون إلى رشدهم فيكونون من المؤمنين، فلم يخبر عنهم. أما عم النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر الله أنه سيموت على الكفر، فمات كما أخبر الله تبارك وتعالى. إن أحدا على وجه الدنيا ما كان يتوقع بأن أبا طالب سيموت على الكفر، ولا أن أبا لهب سيموت على الكفر، وما كان أحد يتوقع أن أبا سفيان سيكون في عداد المؤمنين، ولا أن عكرمة أو صفوان بن أمية أو خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص أو غيرهم من سادات الجاهلية سيكونون في ركاب المؤمنين. القرآن أخبر بنهاية أبي لهب، وهو أمر غيب. ترى أطلع الله محمدا عليه الصلاة والسلام عليه ليكون ذلك برهانا على أن هذا القرآن من عند الله علام الغيوب عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لماذا؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أيها الإخوة المشاهدون، شكر الله لكم طيب استماعكم، وإلى لقاء آخر يتجدد في الذب عن القرآن العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.